السرف الثمن الرخيص هي الكونتيتي، ان المصدر ديال الغنم الاسباني تابع لضيعه الزريق وكتجيب الكونتيتي كثيره ديال الاغنام، هادشي راه معروف عليها. فالاثمنه كان الاثمنه ديال الافتتاح كان فيها 4 ايام، كان الغنم يدير 50 درهم والبقري يدير 60 درهم، ودسال هذاك العرض زدنا عرض واحد اخر اللي كان بدا من 2 وغيسالي حتى البدايه ديال شهر رمضان، غيولي الغنمي 60 درهم والبقري 65 درهم. هاد الناس كيجيبوا الاغنام بزاف، كيديروا الاستيراد من اسبانيا ومن البرتغال، كلشي النعجات الخروفات فهمتي، الخرفان البقر كلشي كيجيبوا. عادي راه ديال الكونكيرونس فهمتيني، هادي المنافسه في اي ميدان. راه بطبيعه الحال واحد يعني راه كتشوف حتى المحل ديالو حاط 4 سقيطات ديال الاغنام، ماشي هي واحد كيجيب الالاف ديال الاغنام، راه عادي ان غيوليو عندك الاداء. هذيك راه كتبقى هضره ديال الناس، حيت راك عارف كما قلتي انت، قلتي لك الاداء راه هما اللي كيدخلوا يكتبوا لك الكومونتير، راه فهمتيني، راه الواحد كيبغي يخسر لك السمو، ولكن السمو ما تخسرش، غادي تجي ضيعه الزريق راه معروفه بهادشي. ما نقدرش ناكد لك هادشي فهمتيني، هذاك الشيء على حسب الكونتيتي اللي كتجي فهمتيني، لان راك عارف السيرات الترونسبور المشاصر داك الشيء راه كيتحسب، عاد كنعرفوا الثمن بشحال غيتقام علينا. الربح فين كيكون في الكونتيتي، يعني حنا ماشي كنربحوا مثلا، كنربحوا في الكونتيتي، يعني مثلا كتربح درهم في 1000 راس فهمتيني، ماشي انك تربح 100 درهم في 5 ريوس اللي جايب كتسناهم. هادشي الغنم الاسباني هو اللي دعم السوق، هو اللي هز السوق، هو اللي خلى الثمن يبقى ناقص، وهادشي راه غادي تشوفوا حتى قبل العيد، غادي تشوف هاد القضيه عاوتاني، غتشوف ان الاغنام المحليه الثمن ديال اللي هو غالي، والميرينوس الاسباني اللي كيجي من برا كيكون الثمن ديالو رمزي، كيكون الثمن ديالو رمزي ما بين 1500 درهم حتى 3000 درهم.